رحل عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي الملحن العراقي كوكب حمزة عن عمر يناهز 80 عام، تاركا إرثا موسيقيا مهما لأغاني غناها كبار المطربين العراقيين والعرب. عن مسيرة هذا الفنان الفريد لنتابع هذا التقرير. يمتى تسافر يا قمر؟ عن عالمنا ذلك الملحن صاحب الصوت الشجي واللحن الذي تدوزنت على عوده ذاكرة الأغنية العراقية، ملحن الطيور الطائرة والقمطرة بعيدة، غنى محطات العمر العراقي بكل تقلباته العنيفة والشجية، ومحط رأسه في أرض بابل عام 1944 حتى رحيله في المهجر لم يتوقف وهج ألحانه. رحيل هادئ من أرض باردة بعيدة، حيث وجد الملجأ من بعد مسيرة من النضال والمنادات بصوت مبحوح لرؤية وطن حر وشعب سعيد. 80 عاما عاشها مكتشف النجوم، زرع فيها من سمائه مطربين كثر، منهم حسين نعمة ورياض أحمد وسعد الجعفر. أخيرا أسماء المنور التي غنت له كلمات الشاعر أحمد فؤاد نجم. رحل الكوكب كوكب حمزة، لكنه ظل في فلك سمائنا نسمع صداه.